مساء الخير والسعادة على جمهور الزمالك العظيم، الجمهور الأوفى والأجمل في العالم كله. النهاردة عايز أتكلم معاكم في كذا ملف مهمين، والحلقة بتاعتنا النهاردة مليانة العديد والعديد من الكواليس. البداية هتكون من عند نجمنا الكبير أحمد سيد زيزو. في لعيبة وفي نوعية لعيبة بيكون هدفها دايما هو الترند، حرب التصريحات، التحفيل، وفي بعض اللعيبة زي أحمد سيد زيزو هدفها هو الإجوان والأسيستات والبطولات. بيتكلم بس في الملعب، بيرد بس بالكورة، بيكلم جمهوره بس، بيحترم المنافس، لعيب تسمع صوته وهو بيحتفل بالأهداف مش وهو بيقول تصريحات على الفاضي وعلى المليان. كل يوم بيثبت إن هو لعيب قدوة والمفروض الكل يمشي على خطاه. زيزو دلوقتي هو الترند رقم واحد في مصر، وده مش جديد عليه. اتعودنا في السنين اللي فاتت نشوف زيزو ترند لأنه من أبرز اللعيبة في مصر والوطن العربي، ودايما متألق ومحافظ على مستواه، ده غير العقلية الغير عادية، دايما بيوصل للقلب. لوب الزملكاوية والأهلاوية ومفيش اختلاف على زيزو، مين ما يحبش زيزو؟ علشان كده بيتكلم من قلبه، ودايما كلامه بيأثر مع الجماهير. لما بيحصل إخفاق أول واحد بيعتذر، ولما بيجي أهداف أو بطولة أول واحد بيروح للجمهور. زيزو حدوتة زملكاوية خاصة، زيزو قصة وحكاية ورواية. زيزو هيفضل يتكلم عليه أجيال وأجيال قادمة بأخلاقه قبل لعبه. ربنا يا رب يحفظه، ودايما موجود ومنور نادي الزمالك، موهبة وعقلية من عالم آخر، على عكس لعيبة كتير قوي بنشوفها الفترات الأخيرة. لعيب محترف، لعيب محترف مش كلام، لعيب محترف زي ما الكتاب بيقول. في عز في البري سيزن، في عز ما اللعيبة كانت مسافرة وبتتفسح، اقسم بالله انا كنت بشوف زيزو في الجيم. في عز ما اللعيبه بتخرج وبتروح وبتيجي، زيزو مموت نفسه في الصحراء بيجري في الرمله، مش بيهزر، دماغه كوره بس. زيزو شغله الشاغل شغلانته هي الكوره، كل حاجه في يومه بتتمحور حوالين الكوره. تخيل لما كل زمايله او مثلا صحابه او ايا كان مسافرين، العيله بتاع زيزو تلاقيه في الجيم، زيزو تلاقيه في الصحراء بيجري في الرملة، زيزو تلاقيه بيشتغل على نفسه، زيزو تلاقيه بيطور من نفسه، علاقته بالجميع ممتازة. لعيب محترم، لعيب محترم مش بس كلام احنا بنقوله هنا، لا، لعيب محترم بالمواقف. يحب شغله جدا، علاقته ممتازة بكل اللي حواليه، عمره ما يقلل من نفسه ولا من ناديه ولا من أي حد. الحقيقة زيزو عايز كلام كتير نتكلم بيه عنه، وهو واحد من الهدافين التاريخيين لنادي الزمالك العظيم برصيد 78 هدف في المركز السابع. تاريخ كبير لزيزو، ولسه زيزو مازال في القصة الكثير والكثير، ولسه هنعيش مع الزمالك ومع زيزو أهداف وبطولات وأرقام أكبر لواحد من أهم وأفضل اللاعبين في مصر وإفريقيا، على مستوى صناعة الأهداف، على مستوى تسجيل الأهداف، كمان إمكانية استخدامه في العديد من المراكز، واحدة من النقاط الهامة جدا لأي مدير فني بيتولى القيادة الفنية سواء لمنتخب مصر أو لنادي الزمالك. كل الشكر كل التحية لواحد من أفضل اللعيبة اللي جم في تاريخ كرة القدم المصرية والعربية والإفريقية.